بهدف دفع جهود التنمية والتكفل بانشغالات المواطنين، شهدت ولاية عين صالح عبر بلديتها الثلاث تدشين العديد من المؤسسات العمومية ووضع حجر الأساس لبعض المشاريع. يحدث هذا تزامنا مع إحياء عيدي الاستقلال والشباب الخامس من جويلية. قمنا بتدشين ووضع حجز الخدمة العديد من المرافق العمومية وكذلك وضع حجر الأساس لانطلاق بعض المشاريع على مستوى بلدية ثلاث للولاية. إذن وهناك كذلك مشاريع بإذن الله واعدة هانئا للسكان ولاية عين صالح، دامت أفراح الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تدشين العديد من المؤسسات العمومية التي لها علاقة مباشرة بالمواطن ووضع حيز الخدمة، خطوة لاقت استحسانا كبيرا من طرف المواطنين كونها تخفف عنهم عناء التنقل. يعني مشاهد قام بها السيد الوالي بتدشينها، نشكر من هذا المنبر السيد مساعي السيد رئيس الجمهورية والسادة أعضاء الحكومة والسيد الوالي على كل الجهد يعني المبذول في من اجل يعني الدفع بوتيره التنميه. وهذه حاجه مليحه، تنميه مليحه للولايه، وان شاء الله يزيدونا المشاريع اللي تكون مليحه لهذه الولايه ان شاء الله. نشكر السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون على هذه الاشياء بمناسبه السانك جويليا. نشكر مدير الشباب الرياضه يفتتح المرافق الرياضه و نتمنى ان يفتح مرافق جديده. الزياره ديال تاع الوالي يعني مبرمجه يعني من 7:30 تدشين يعني قاعة العلاج. مؤسسات عمومية في مختلف القطاعات، الصحة، التربية، المالية، الاتصال والرياضة، تلك التي وضعت حيز الخدمة. يذكر أن المناسبة شهدت توزيع وحدات سكنية في مختلف السياق.